التمائم جمع تميم، التمائم جمع تميم، وهي ما يعلق على الصبيان وعلى غير الصبيان من الحجب أو الخرز أو شيء من هذا القبيل لدفع العين والحسد عنهم. وقد كان هذا موجوداً عند أهل الجاهلية، فأبطله النبي صلى الله عليه وسلم وحرمه، لأنه يتعارض مع التوكل على الله عز وجل، تفويض الأمر إليه واللجوء إليه سبحانه وتعالى. ولذلك كان أهل الجاهلية يعلقون الخيوط مثلاً أو الحجب على الصبيان وعلى الدواب أيضاً كالإبل، وكذلك في البيوت مثل ما يحصل الآن عند بعض الناس هدانا الله وإياه، يضع في سيارته كف أزرق مثلاً أو كف في داخل عين، يعتقد بأن هذا يطرد الحسد ويمنع العين. هذه لا شك بأنها تميم. كذلك ما يصنعه بعض الناس من وضع خرقة سوداء أو خضراء مثلاً، هذا مشاهد على يعني بعض السيارات، هذا نوع من أنواع التميم. يعني التميمة ليست فقط شيئاً واحداً، وإنما تختلف باختلاف ما يعتقده الإنسان. قد تكون خرقة مثلاً أو خيط أو قماش مثلاً أو مثلاً خاتم أو حلقة مثلاً، وكذلك الحجب التي تعلق في الأعناق، وأيضاً الخيوط التي تعلق في العضد مثلاً أو في الساعد، وما يعلق أيضاً في أعناق الإبل قديماً. هذا كله أبطلها الإسلام وحرمها النبي عليه الصلاة والسلام. حتى الرقى قال عليه الصلاة والسلام: اعرضوا علي رقى، اعرضوا علي رقى. فالرقية الشرعية أقرها، والرقية الشركية البدعية أبطلها صلى الله عليه وسلم.